الشريعة علشان الحياة تمشي بين الرجل والمرأة، فالشريعة لا تنظر العلاقة بين الرجل والمرأة باعتبارها صراع. يعني أعود لفكرة كثرة الطلاق اللي أشار إليها سيدنا الشيخ محمد قبل قليل. عامل رئيسي يا جماعة، أو عمود رئيسي من أعمدة التفكير عند الغربيين، هو فكرة الصراع، إن العلاقة بين الناس، بين الدول، بين الأجيال، بين الرجل والمرأة، بين الغني والفقير، هي فكرة الصراع. هذا جزء من بنية العقل الغربي. لذلك هتلاقي صراع الأجيال، صراع الطبقات، كل دي مصطلحات لم نسمع عنها إلا لما اتصلنا بالحضارة الغربية وصرنا نستورد أفكارهم، فصارت أفكارهم مهيمنة. قبل ذلك ما كنا نرفع رأسا أصلا لهذه الأفكار، كنا نراها أفكار متخلفة. لكن لأن العالم الغربي الآن هو المسيطر وهو المهيمن، صارت البشرية تتشرب هذه الأفكار دون أن تدري، حتى المسلمين. فالغربيين من ضمن منظومة كبيرة من الصراع، يرون أن العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة الصراع. المسلمين ورثوا هذا الميراث الثقيل، فصارت المرأة المسلمة قبل ما تتجوز، يا ترى هيديني إيه؟ يا ترى هيعمل لي إيه؟ وظهرت عندنا حاجات غريبة عجيبة، يلا اكتب القايمة وسجلها في الشهر العقاري علشان لو ضاعت معلقة أعرف أسجنه، وهو يبقى داخل يا ترى هتاخد مني مهر قد إيه؟ ويا ترى هيعملوا فيا إيه؟ ويا ترى جابوا الحاجات اللي اتفقنا عليها ولا ما اتفقناش؟ يا جماعة ما تتجوزوش أحسن. يعني إذا كنا هندخل الجواز والعلاقة اللي هي أسمى العلاقات بين الرجل والمرأة، هذه العلاقة التي لا تكون إلا باسم العظيم سبحانه وتعالى، إلا باسم الله. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله، إذا كنا هندخل هذه العلاقة بهذه النفسية الشيطانية المظلمة يبقى بلاها، بلاها أحسن. علشان كده، لأنه السوء في البدايات، سوء النيات في البدايات، يتولد عنه بعد ذلك السوء في النهايات في كثير من الحالات. ف احنا داخلين نتجوز بنية انه والله يا ترى بقى هيعمل لي ايه، ويا ترى بقى انا ازاي هخليها تسمع كلامي بقى، ونظام بقى ايه، نذبح له القطة ويذبح لها القطة والحاجات دي كلها. لا، اذا كنا سندخل الحياة الزوجية بهذه النفسية، يبقى نتعلم ازاي نبقى بني ادمين الاول، مسلمين عندنا صفاء، ماشيين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تشربنا الإسلام حقيقة، ثم بعد ذلك نشوف يجب إن احنا نتعامل مع بعض إزاي. علشان الزواج يا أخوانا راحة، إذا لم نجد الراحة في الزواج فبلا ضغط، بلاها سكر، بلاها أمراض، كل واحد يعيش لوحده أحسن. فإذا عايزين نحسن البدايات، إذا أحسننا البدايات الأمور هتمشي كويس. فإخواننا، العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام ليست علاقة صراع أصلا. يعني فكرة إن الزوج متربص لزوجته، أو الست متربصة لزوجها، وفكرة كل تصرف يا ترى كان يقصد إيه، ويا ترى عايز يعمل فيا إيه، وهو نفس الكلام، دي مش حياة يا جماعة، مش حياة. الحياة الزوجية مغلفة بغلاف من المودة والرحمة، ده الأساس. بعد المودة والرحمة، إذا والله نفوسنا ضاقت وأحضرت الأنفس الشح، ساعتها بقى نروح لكتب الفقه ونشوف بقى حق الراجل إيه وحق الست إيه. قبل كده إحنا علينا إن إحنا نبقى مغلبين لجانب الرحمة، لجانب المودة، لجانب السكينة، لجانب حسن الظن، إلى آخر هذه الأمور جميعا. ف العلاقة بين الرجل والمرأة يا إخوانا ليست علاقة صراع، ولكنها علاقة تكامل، وكل منهم يبذل لصاحبه بمحبة وبمودة، وكل منهم يرى في صاحبه إنه إنجاز
الزوج مثلا إذا أنجز هو إنجاز للمرأة، وإنجاز المرأة هو إنجاز للزوج. ليه؟ لأن إحنا يا جماعة عندنا حاجة اسمها النية. نرجع للإيمان بالغيب تاني، نرجع للإيمان بالغيب تاني. الإنجاز يا أخوانا لا يشترط أن يكون إنجازا ماديا، أنا ممكن أنجز بنيتي. يعني زوجي مثلا ألف كتاب، زوجي خطب خطبة لو كان شيخ يعني زي سيدنا الشيخ محمد كده، زوجي نجح في شغله، زوجي حصل له كذا إلى آخره، وأنا أحتسب في نيتي هذا عند الله، أنا باخد حسنات من غير ما أعمل أي حاجة، إنما الأعمال بالنيات. فالست اللي قاعدة في بيتها دي، المهتمة بزوجها، اللي بتخدمه اللي بترعاه، دي لا تقل أهمية عن زوجها. الراجل اللي بيدعم زوجته سواء في إنها تكمل تعليمها أو إن هي تحقق أحلامها، إذا كان عندها أمور بتعملها خارج البيت أو تستطيع الجمع بين بيتها وبين طموحاتها ونحو ذلك، هو يأخذ ثوابها. كده العلاقة، كده العلاقة بين الرجل والمرأة. كده أنا عيني على إرضاء الله سبحانه وتعالى، عيني على إزاي أرضي الله في شريكي، مش عيني على إزاي أبقى أحسن منه أو إزاي أسيطر عليه أو إزاي أخليه تحت طوعي، أو النفسيات اللي أفسدت البيوت دي كلها. كل شيء في حياتنا للأسف تشوه تشوها شديدا، حتى أسمى العلاقات زي ما قلت لحضراتكم، وأسمى المعاني. معنى الحب، يعني إحنا هنا ما اجتمعنا إلا لمعنى سامي اسمه الحب، حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو جزء من محبتنا لله سبحانه وتعالى. واجتماعنا جميعا أنا وسيدنا الشيخ محمد وحضراتكم الذي جمع بيننا أيضا هو الحب. إحنا إيه اللي بيننا يا جماعة غير إن إحنا كلنا الناس عايزين نرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا المعنى السامي الذي يكون بين الرجل والمرأة شوه تشوها شديدا، وصار فيه ارتباط شرط بين الحب والشهوات، الحب وقضاء المصالح، الحب والمنفعة اللي هحصلها من الطرف التاني. هذا ليس حبا، دي تجارة، ده تعاقد. والدكتور عبد الوهاب المسيري عليه رحمة الله، وهو يعني رجل من عظماء هذا العصر ونقوده للحضارة الغربية الحقيقة نقود مهمة جدا وجديرة بالقراءة والاهتمام، قال إنه العلاقات الغربية يغلب عليها التعاقد، علاقات تعاقدية. يعني أنت داخل شركات، كل حاجة في حياتك أنت عبارة عن شركة صغيرة. علاقتك بزوجتك شركة، حقي وحقك، علاقتك بأصدقائك حتى شركة. أما العلاقات في المجتمعات الإسلامية فهي علاقات تراحمية. ويمكن الدكتور عبد الوهاب المسيري إنه عاش فترة كبيرة جدا في الغرب كان بيلاحظ هذا. يعني يقول لك أنا كان عندي حد بيجي يخدمني أو بيعمل لي شغلانة، فكانت لما أجي أديله الراتب بتاعه مع إنه أفقر مني بكتير، كان يقول لي خلي علينا المرة دي. طبعا إحنا دي بنعملها عادي كلنا، أهي خلي علينا المرة دي، عمر ما واحد غربي يقولها. الدكتور أبو هرم سيري لما بيحلل العبارة ديت ووقف عندها قال معناها إن الراجل ده شايف إن العلاقة اللي بيني وبينه أسمى من مجرد إنه يخدمني ويدي له فلوس. لا، دي علاقة إنسانية في المقام الأول، علاقة تراحمية، عنده استعداد ولو من بعيد إنه يستغني عن حقه لأجلي. لما يقول لي خلي علينا المرة دي حتى ولو كانت مجرد عزومة. إذن العلاقة بينا علاقة تراحمية لأنها أتت من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.